في صوت نسوان سمعتي انغاث؟ الطيران الحربي الروسي باستهداف تجمع مساكن المدنيين بأربع غارات جوية، وكحصيلة أولية ثلاثة شهداء وعشرات جرحى، وقمنا بإخلاء المدنيين. اسمع صوت نساء، اسمع صوت هون. ايوه الى قدام على اليمين. من طالب جميع كل شيء في ضمير ووجدان وانسان على وجه الكرة الأرضية أن ينقذنا من المحلة اللي وقعنا فيها. والله العظيم نحن شعب أعزل، شعب فقير، لا يوجد إلا مأوى إله تحت هالبيوت هاي. وين بدنا نروح يا أخي؟ بس لأن طالبنا في حرية إسقاط النظام، هيك بصير فينا هالإجرام هذا يا أخي. أطفال يا أخي تحت الرديم، يعني من ناشد كل شيء في ضمير، هو من أجل القوت قاعدين تحت الخيام، تحت الملاجئ اللي عمرت لهم إياها الأمم المتحدة. هدوها يا أخي. بس قولوا لنا وين من نطير يا اخي؟ يا تركيا اللي قلت سادلب خط احمر وخط ازرق، اكثر من الاجرام هاي يا تركيا، اكثر من هيك يا ولايات المتحده، يا امم المتحده، يا عالم، يا خلق، يا دول عربيه، وين الضمير اللي فيكم؟